كيفك يا عم؟ شو أخبارك؟ ما بتقول تحلو عني؟ نحن أبداً ما عم ندور على البلاوي يا عم، لأننا حبيناك من قلبنا، أجينا لعندك نشوفك وناخد توقيعك الكريم وبس. توقيع؟ توقيع شو بدك؟ توقيع الوكالة اللي كتبت لنا إياها، كتبتها بشكل حلو كتير، والله عجبتنا. شو قديش كاتب كلام حلو؟ أنقلوا حقوق بيع وشراء أرضي للسيد أيمن كروانجي أوغلو. شو هالحلو يا حلو؟ عداك العيب يا عمي. شو اللي عم تخبصوله؟ وكالة شو؟ أنت ما عندك شغلة غيري؟ بدر، من فرجي العم إنه عنا شغل وشغلنا هون، ونحن هلأ على رأس عملنا وعم نقوم بواجبنا على أكمل وجه. فرجي يا معلم. وانت بدك توقع، انت بتبقى عايش ونحن بنبني فوق الارض ضاحية سكنية. ها اذا قلت مالك موافق، وقتها عندك واحد من اثنين، اما بدنا نقتلك او بدنا نقتلك.